كيف نقول في اللغة الإسبانية لو أخبرتني من قبل؟ في هذا الدرس عزيزي المشاهد سوف نتعلم السبخونتيبو دي بلوسكوا بيرفكتو. لا تقلق، إنه زمن لديه فقط 3 استعمالات، سوف نشرحه بطريقة مبسطة لكي تتمكن من فهم كيف نستعمل هذا الزمن في اللغة الإسبانية. أيضا إذا أعجبك هذا الدرس لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب. أما الآن هل أنت مستعد؟ لنبدأ. أولا نستعمل السبخونتيبو دي بلوسكوام بيرفكتو كي نعبر عن حدث انتهى في الماضي قبل جملة رئيسية أيضا في الماضي. مثلا me extrañó في الماضي me extrañó que me hubieras mandado una postal de Zaragoza. me extrañó في الماضي استغربت me extrañó أنك قمت بإرسال بريد من ساراغوسا. إرسالك للبريد حدث قبل حدث استغرابي أنا. فإذا نستعمل السبخونتيبو دي بلوسكوام بيرفكتو عندما نتحدث عن حدث في الماضي حصل قبل الجملة الرئيسية التي هي أيضا في الماضي. فالجملة الرئيسية هنا هي مي إكسترانيو، هي جملة رئيسية. ماذا حدث قبلها؟ que me hubieras mandado una postal de Zaragoza. أيضا يستعمل السبخونتيبو دي بلوسكوامبرفكتو للتعبير عن التحسر. مثلا أنا قلت لك في الماضي habría sido genial que me hubieras avisado، كان ليكون من الرائع لو أخبرتني من قبل. habría sido genial que me hubieras avisado antes. habría sido هو في الكونديشنال كومبوستو. لقد شرحت هذا الدرس في الدرس السابق، سأضع الرابط في على الشاشة. فإذا نستعمل السبخونتيبو دي بلوسكوام بيرفكتو عندما نتحدث، عندما نعبر عن التحسر. habría sido genial que me hubieras avisado، كان ليكون رائع لو حذرتني من قبل. أيضا في التحسر أقول لك Ojalá me hubieras avisado con tiempo. أتمنى لو كنت قد أخبرتني من قبل أو في الوقت المناسب. Ojalá me hubieras avisado con tiempo. أتحسر هنا أعبر عن التحسر. Ojalá me hubieras avisado con tiempo. الاستعمال الثالث والأخير للسبخونتيبو دي بلوسكوام بيرفكتو هو للتعبير عن أشياء لم تحدث. مثلا أنا قلت لك Si me hubieras avisado antes, habría ido contigo. لو أخبرتني من قبل لكنت ذهبت معك، ولكنك لم تخبرني، لذلك قلت لك Si me hubieras avisado antes, habría ido contigo. habría ido contigo. habría ido هي في الكونديشنال كومبوستو. Si me hubieras avisado antes, habría ido contigo. هل تلاحظون هنا؟ لو أخبرتني من قبل لكنت ذهبت معك. الآن جدا مهم هذا الشيء، كيفية التصريف في زمن السبخونتيبو دي بلوسكوامبرفكتو. يتألف تصريف الفعل في زمن السبخونتيبو دي بلوسكوامبرفكتو من فعل أبير مصرف في زمن الإمبرفكتو دي سبخونتيبو زائد البارتيسيبيو. لا تقلق، شيء سهل سوف نتعلمه سويا. مثلا لنبدأ، فعل hablar yo hubiera hablado. tú hubieras hablado. hubiera hubieras هم في الإمبرفكتو دي سبخونتيبو زائد hablado وهو الparticipio. الparticipio لا يتغير، فقط يتغير فعل haber فيصبح yo hubiera hablado tú hubieras hablado el ella usted hubiera hablado nosotros hubiéramos hablado vosotros hubierais hablado ellos ellas hubieran hablado. لنكرره سويا yo hubiera hablado tú hubieras hablado él ella usted hubiera hablado nosotros hubiéramos hablado vosotros hubierais hablado ellos ellas hubieran hablado. الآن فعل aprender وهو فعل ينتهي ber. الparticipio del verbo aprender هو aprendido. فإذا aprendido ستبقى كما هي.
فنقول yo hubiera aprendido. Tú hubieras aprendido. Él, ella hubiera aprendido. Nosotros hubiéramos aprendido. Vosotros hubierais aprendido. Ellos, ellas hubieran aprendido. Y no querido usa bien. Yo hubiera aprendido. Tú hubieras aprendido. Él hubiera aprendido. Nosotros hubiéramos aprendido. Vosotros hubierais aprendido. Ellos, ellas hubieran aprendido. Muy bien, Hassan. الآن لننتقل إلى فعل ينتهي B-E-R وهو الفعل بيبير. البارتيسيبيو للفعل بيبير هو بيبيدو. لنبدأ الآن معي سويا. Yo hubiera vivido. Tú hubieras vivido. Él, ella, usted hubiera vivido. Nosotros hubiéramos vivido. Vosotros hubierais vivido. Ellos, ellas hubieran vivido. هل تلاحظون كم هو سهل مع التكرار؟ كل شيء يصبح سهل مع التكرار. لنكررها سويا لآخر مرة. Yo hubiera vivido. Tú hubieras vivido. Él, ella, usted hubiera vivido. Nosotros hubiéramos vivido. Vosotros hubierais vivido. Ellos, ellas hubieran vivido. Muy bien, أحسنتم. أما الآن عزيزي المشاهد، أريد منك مشاهدة هذا الدرس عدد مرات، لأن هذا زمن نستعمله جدا في اللغة الإسبانية، وخاصة إذا نريد أن نظهر أننا نتكلم اللغة الإسبانية بمستوى متقدم. أيضا أريد منك مشاركة هذا الدرس مع أصدقائك وعائلتك، وأن تضغط على زر الإعجاب لأن ذلك يشجعنا جدا. وإذا لديك أي مشكلة مع زمن الكونديشنال كومبوستو، لا تنسى مشاهدة هذا الدرس الموجود على يمين الشاشة. أمل أن أقول لك hasta luego.